اللهم اغفر لإخواننا الذين ماتوا في المغرب يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اكتب لهم جنتك برحمتك يا الله. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى واحشرنا وإياهم مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا. إذن مستمعينا الكرام، موعدنا يتجدد معكم يوم الخميس إن شاء الله في برنامج الحلقة. تحية محمد اللساني والهادي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.